ساعة واحدة فقط. مش عارف، بس صعب جدا، يعني ساعة واحدة قليل قوي. لكن أول حاجة هعملها هروح مصر، أقعد مع أهلي ساعة واحدة وبعدين أموت. أتصل بأمي. روح عند ماما، بشوف أهلي، إنه إحنا عايشين بغربة وهيك، عرفت؟ فآخر أول إشي بدي أعمله إنه مثلاً أنا إلي سنة ما شفتهم، فأول إشي بدي أعمله هلأ إذا إني أشوفهم. هتصل بماما وهطلب منها تستخدم آخر فلوس معايا كصدقة جارية. أول شيء خطر في بالي أصلي وأطلب رضا والدي. قد يكون كل اللي عامله متعلق بالبشر، يعني إنه أي يعني أنا لا أشك إطلاقاً في رحمة ربنا سبحانه وتعالى وفي مغفرته، لكن أشك في رحمة ومغفرة البشر. ممكن إني أصلي ركعتين، ممكن إني ساعد طفل، غير يعني بأي وسيلة ممكن غير حياة طفل، لأنه أنا تغيير حياة الطفل هي تغيير حياة أسرة، وممكن هذا الطفل بالمستقبل يغير حياة أفراد تانية. لازم أتصل بعائلتي بعراق، لازم أتصل بزوجي وأقول له وداعا، وبعدين أعبد الله في هذا الساعة بس مو بالطريقة التقليدية. أروح أسوي شيء زين بس لمدة ساعة يخدم الإنسانية، حتى ولو كان شيء بسيط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحياكم الله تعالى مع هذا البرنامج الذي نتحدث فيه عن نور الله تعالى فينا، ونتحدث فيه كيف نفعل الأسماء الحسنى في حياتنا، في حياة أولادنا، وهو جزء من مشروع متكامل اسمه سلام. وعندكم الموقع الإلكتروني، ممكن تتواصلوا، ممكن تدعموا، ممكن تساهموا بالأفكار والأموال لنشر الارتباط بالله عز وجل. تأملنا، لم نجد مشروعا عن الله، وجدنا شرحا لأسماء الله الحسنى، فكان هذا البرنامج. وما زلنا مع أسماء الله الحسنى التي تحمل معاني تجديد الذات، التي تعين الإنسان على أن يتخطى إحساس الندم وأن يبني حياته من جديد حتى بعد كبوات الذنوب والمعصية. وأول الصفات التي نتحدث عنها اليوم هي صفة الباعث، من أسماء الله الحسنى الباعث. ونحن جميعا نؤمن كمسلمين بيوم البعث وباسم الله الباعث، لكن تعالوا اليوم نتأمل إلى اسم الله الباعث من ناحية تأثيره على سلوك الفرد. فهدفنا هو الوصول للحياة الطيبة، وما حياتنا بعد الموت إلا نتائج لما نفعل في الحياة الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا وزن، إذا اكتال لنفسه يستوفي، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لما يعطي الناس يلعب في الموازين، يخسرون، يلعبون في الموازين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ لاحظوا الارتباط هنا. فالإيمان بالبعث يكبح جماح هذه النفس التي تود الاستغلال والمعصية. تخيلوا معي، لو علم كل منا أنه سيحيا إلى الأبد، وأنه لا رادع له ولا موت ولا حساب، تأملوا ماذا سيحدث للعالم من جرائم، من سفك للدماء، من هتك للأعراض، من انتهاك للحقوق. سنعيش إلى الأبد، فالدنيا تصبح غابة حقيقية لا قيمة فيها، لا لمبادئ ولا لأخلاق. والحقيقة أننا نشاهد شيئا قريبا من هذا في حياتنا، عندما نرى طغيان الحياة المادية، وبسبب بعد الناس عن الدين، وفي كل الديانات ليس في الإسلام فقط، بسبب الصراع على الثروات وقتل الشعوب الضعيفة واستعمارها واستغلالها ونهب خيراتها، كأنه لا يوجد إله سيحاسب. الذين لا يشعروا بالباعث سيفعلوا كل هذا وزيادة. إذن
الشعور بعدم وجود باعث، هذا سيسبب مصائب للبشرية. إذن اسم الله الباعث يقف بين صفات تجديد الذات من عفو ومغفرة وتوبة، ليحمل رسالتين. الأولى رسالة لكل من وقع عليه الظلم بأن الله يا مظلوم سوف يستوفي حقك يوم البعث، فلتصبر ولتحتسب حتى لا تتحول الكرة الأرضية إلى ساحة دموية لتصفية الحسابات. إذا استطعت أن تأخذ الحق بعدل خذه، لكن لا تنتقم من الإنسان وأهله وكذا. بعض الناس على فكرة يبرر قتل أبناء أعدائنا لأنهم قتلوا أبنائنا، ما يجوز هذا في ديننا، ما هو ذنب أبنائهم؟ فإذا ستتحول البشرية إلى غابة دموية لتصفية الحسابات، حتى يستطيع الضعيف أن يواصل الحياة بدون ما يشعر أنه منتهك النفس ومنتهك الحقوق ومنتهك الأعراض. حتى أحيانا سيتذكر أن هناك يوما عادلا ستعود فيه تلك الحقوق لأصحابها. إذن الشعور الأول أن الأمور لن تمر، وأن هناك باعث سيوفي للناس حقهم. الرسالة الثانية لكل من تسول نفسه بظلم الناس وقمع الحريات واختلاس الأموال العامة وخيانة الأمة، فإذا لم يتق الله ويعلم أنه ملاقيه فليعلم أن الله شديد العقاب. ومن معاني الباعث الإحياء للموتى، سواء موت الجسد أو موت الروح، وهي تؤكد على معاني تجديد الذات. جدد ذاتك، ابعثي حياتك من جديد، من العبثية، من اللامبالاة حاشاكي والعيش على هامش الحياة إلى حياة هادفة. يا بنتي اجعلي حياتك جادة مفيدة مثمرة. يا ابني اجعل في كل ساعة من ساعاتك ثمرة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لأكره أن أرى الرجل سبهللا، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. إذن لنملأ روحنا بالحياة وبلا يأس. من كان يرى هذا المكان قبل أسابيع لم يكن ليظن أن تخرج منه هذه الحياة، تلك الوحشة في الأغصان الجافة والأوراق المتكسرة تحت قدمي كانت تؤنسني لأنها كانت تشبه ما في نفسي، لكنها لم تعد موجودة الآن. غادرتني الأشجار إلى الجنة وبقيت أنا بين أوراق الجافة المتكسرة. من مهارات الإدراك العاطفي المقبولة والتي تندرج تحت صفات تجديد الذات مهارة التفاؤل، مهارة القدرة على التغيير. مهارة التفاؤل هذه تعني أن الإنسان يصر على تحقيق الأهداف رغم العقبات ورغم الإخفاقات. أن تتصرفي يا بنتي بروح الأمل في النجاح. إذا الإنسان ما عنده أمل في النجاح سيفقد التفاؤل، بدل الخوف من الإخفاق سنستبدل بالتفاؤل بالنجاح. المهارة الأخرى التي ذكرتها هي مهارة القدرة على التغيير. ماذا تعني؟ تعني أنك يا ابني سوف تدرك الحاجة للتغيير وتزيل العقبات أمام التغيير، وأن تقود التغيير، وأن تلهم الآخرين لاتباع التغيير، وأن تكون أنت وأنت قدوة تمثل السلوك الذي ينبغي اتباعه. خلونا نتأمل في قصة سحرة فرعون. وأنا تعجبني هذه القصة كثيرا، ليس لما فيها من تشويق وهي كذلك، لكن لما فيها من معاني للأسف كثير من الناس لا يتأملوها. دعونا نتأمل في هذه القصة لتتضح الفكرة في أذهانكم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء عن سحرة فرعون: بعد أن رأوا برهان الله عز وجل بكيف
موسى يعني استطاع أن يكسر سحرهم بمعجزة من الله عز وجل. فلما رأوا هم يعرفون الفرق بين المعجزة وبين السحر، يعني هم خبراء هذا العلم. فلما رأوا أن اللي أمامهم هذا ليس علما ليس سحرا، هذا معجزة، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ما يمكن يفعل هذا إنسان. فهنا فرعون اهتز لأنه جايبهم يعني عشان الناس تلتم حوله، فجأة هم الذين تركوه. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، يعني هذا قرار أنا أقرر الإيمان ليس أنتم. بدأ عاد الآن يلتف يدبرها، هذه مؤامرة خارجية، ها إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني هذا الرجل اليمنى مع اليد اليسرى والعكس، ولأصلبنكم أجمعين. تخيلوا معي هذا الموقف الرهيب، السحرة يقفون أمام طاغية عصرهم بل طاغية كل زمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي جهل فرعون هذه الأمة، يعني فرعون هو قدوتهم كلهم. هؤلاء يقفوا بكل قوة ويكفرون بفرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، وهو يتوعدهم الآن، وهو أشد طاغية يقتل الأطفال الرضع، مع الآن يتوعد هؤلاء الكبار بألوان العذاب وهم يعلمون أنه جاد وقادر على هذا العذاب. فلم ترتعد فرائصهم ولا تراجعوا، ما الذي طمأنهم في موقف كهذا؟ اسمعوا إجابتهم، قالوا لا ضير، ما عندنا مشكلة، لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. تأملوا الآن في هذه الآية قبل أن نكمل، معناها هم يعرفوا أن في قيامة، ويعرفوا أن هناك إله، وأن هذا الإله سيحاسب، وأنه سيغفر، يعرفوا كل هذا. كيف عرفوا هذا؟ معناها دعوة موسى انتشرت، دعوة موسى عليه السلام الناس عرفوها، وبالذات هؤلاء السحرة درسوا دعوته حتى يواجهوه. هذه معاني كثير من الناس ما يفكروا فيها. فإذا ما عندنا مشكلة تقتلنا، سنذهب يوم القيامة الله سبحانه وتعالى سيغفر لنا ويكرمنا. صفات تجديد الذات هي التي ثبتتهم، فلولا إيمانهم بأن هناك بعث ما استطاعوا أن يثبتوا على موقفهم ولا أن يحملوا راية التغيير. تخيلوا لو لم يتصف الله سبحانه، حاشاه، لو لم يتصف بالغفور والغفار، ألن يستحوذ عليهم اليأس في هذا الموقف؟ ما في مغفرة لكم، أنتم سحرة، أنتم أصحاب فرعون. يصعب عليهم طريق العودة، طريق الرجوع إلى طريق الحق. فهم مؤمنون بصفات تجديد الذات ويطمعون أن يغفر الله لهم. ولولا صفات تجديد الذات عندنا فرصة، عندنا فرصة أن نجدد أنفسنا، أن نبدأ من جديد. لولا هذه لما استطاعوا أن يتحلوا بالتفاؤل في هذا الموقف الرهيب. مزيد من هذه المعاني بعد الفاصل إن شاء الله. من المهارات الهامة جدا في حياتنا والتي نتعلمها من صفات تجديد الذات مهارة التحكم بالنفس، تحدثنا عنها وسنتحدث عنها. العفو والصفح يتطلبان قدرا هائلا من التحكم بالنفس. تخيل قدر الألم الذي سببه إخوة سيدنا يوسف عليه السلام، ألم خيانة الأخوة، وألم فقدان الأهل، والحرمان من دفء الأسرة، وما أدى له ذلك من ألم ذل بيع إنسان حر، كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، من أشرف الناس يباع عبدا، وألم غربة السجن. كم كان مقدار تحمل وتحكم سيدنا يوسف عليه السلام في مشاعره وهو يقول لهم، اسمعوا وهو يقول لهم، قال لا تثريب عليكم اليوم، خلاص ما في عتاب، حتى عتاب ما في، لا تثريب عليكم اليوم.
يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. بل تجاوز حتى إيذاء شعورهم، فماذا قال؟ قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فنسب عمل السوء إلى الشيطان، ما نسبه إليهم، مع أنهم اللي فعلوا كل هذا. يا لها من نفس كبيرة، نفس يوسف عليه السلام. المؤمن بصفات التجديد لا يحبس نفسه في الماضي، لا يقضي بقية عمره في ذنب ارتكبه ويندب حظه على هذا الذنب العاثر، خلاص ارتكبته ما في أمل، ما في فائدة، ما في مخرج، أو يلوم الآخرين على تضيع مستقبل، أو أمي وأبي فعلوا بي والأستاذ رسبني، ما يعيش بهذه الطريقة، بل يطوي الصفحة ويجدد ذاته ويمضي إلى تحقيق الأهداف، يمضي إلى تحقيق الأهداف والاستفادة القصوى مما عنده من قدرات ومعطيات وإمكانات، بدل من التحسر على ما ليس لديه. هذا كله يجعلنا نستغرب ممن هو غير قادر على تجاوز ألمه، لا يستطيع مسامحة أبيه وأمه على ما فعل به. فعلا قد يكون قد تدخل لفرض عليه تخصص معين، مجال دراسة معين، أو أوقفوا زواجه من وحدة يحبها أو العكس، أو فرضوا عليه أي أمر آخر، أو يكون أهمل تربيته ولا قصر في حق رعايته بطريقة ما، فيمضي هذا الشخص عمره كله وهو يتحسر: ماذا فعل بي أبي، ماذا فعلت بي أمي، ويلوم أبوه ويلوم أمه وينسب كل شيء وكل فشل ينسب إليهما. طيب أنت فاشل بسبب أبيك وأمك، حتكمل فاشل بقية حياتك؟ هنا تأتي صفات تجديد الذات لترشدنا مرة أخرى: اعفو، اصفح، مش شرط العلاقة تعود كما كانت، ذكرنا هذا، اعفو اصفح، واعلم أن الله قد أمرك بالعناية بأمك وأبيك. ليس بالضرورة على فكرة أن تحبهما، ما يشترط عليك الحب، اشترط عليك الرعاية مهما كانت المشاعر نحوهما. وهذا من أجمل صور ممارسة مهارة التحكم في النفس، عنايتك بأب رحيم وأم حنون، هذا رد للجميل وتأتي سهلة على النفس. لكن عناية ابن ولا بنت بأب وأم أساءوا إليه وهم من أسباب فشله وظروف السيئة، إذا استطاع الإنسان مع ذلك يعفو ويصفح ويظل يرعى، مش شرط يحب، يظل يرعى في هذه الحالة، هذا من البر والفضل ومن عزم الأمور. ممارسة التحكم، مهارة التحكم في النفس هذه امتثالا لأمر الله تعالى، ستعين الإنسان في كل مواقف حياته. تذكروا تلك المقولة: مجرد بلوغك سن امتلاك قرارك لا يقبل منك أو منك أن تلوم أي شخص على أي شيء. خلاص أنت، أنا الآن بلغت، إذن قراري بيدي، فأنت الآن في مقعد القيادة، وأنت الآن خذي حياتك في أي اتجاه شئت. عقد الطفولة، أعتقد أن من أكثر الشخصيات التي تكلمت عن عقد الطفولة هو العالم النفسي شيء سيجموند فرويد. وأعتقد أن سيجموند فرويد خد علم النفس إلى الناحية المرضية تماما. الحقيقة مارتن سليجمان مؤسس علم النفس الإيجابي رجع بعلم النفس شوية أن في شيء من السعادة في علم النفس. من أكثر الحاجات اللي اتكلم عنها سيجموند فرويد هو عقد الطفولة. الإنسان بيتكون لديه شعور بالعقد والألم والحزن منذ أن يتكون لديه ذاكرة. عقد الطفولة مختلفة عن العقد الإنسان وتحصل الإنسان في حالة بعد البلوغ، إن هي بتكون عند الإنسان في حالة الضعف، لذلك مش قادر يدافع عن نفسه، فلذلك وطبعا بسبب تواجدها في المنطقة المظلمة من الذاكرة، فبتقعد عشرات السنين، فبقت جزء أصيل من الشخصية، بل هي مكون للشخصية.
أفضل جزئية لعلاج عقد الطفولة هو منعها. طب إذا كانت موجودة، علم النفس الإيجابي حاول على يعني بصورة مبسطة إن هو يتعامل مع عقد الطفولة كما إنها شيء موجود موروث عند الإنسان. لا، السعادة والإيجابية ومشاعر الإيجابية هي شيء قابل للاكتساب. أنا في رأيي إن الإنسان يكون له القدرة عن إنه يعلن وبصراحة عن كل مشكلة مرت به في حالة الطفولة. اللجوء للطب النفسي حاجة مهمة جدا، اللجوء للنصيحة هو شيء مهم جدا. لابد أن نعود أطفالنا أن يقول ما لديه، ونعود أبنائنا خصوصا في سن المراهقة أن يقول كل ما لديه. لو تعرض لأي موقف يقوله بمنتهى الصراحة، التعامل مع الشيء بإيجابية وصراحة ووضوح، عدم الخجل من المرض هو شيء أساسي جدا في التعامل مع عقد الطفولة. صفات تجديد الذات تتيح للإنسان بدايات جديدة، تحثك وتحثك على تغيير المسار، توجه نحو اتجاه جديد. ما أجمل هذه البدايات الجميلة الجديدة. البدايات الجديدة فيها متعة، هي تتكفل بعلاج أولا شعور الذنب وشعور الخزي، وحتى يعني تعطي معاني العفو والصفح، وهي من هذه مشاعر الخزي ومشاعر سلبية تدمر سلوك الإنسان وتدمر سلامته النفسية وتوازنه. قليل من الشعور بالذنب مفيد لحتى يحفز الإنسان نحو التغيير، لكن كثير من الشعور بالذنب يقعد الإنسان، يشل حركة الإنسان، يعيق الإنسان عن التقدم. ولذلك تأتي صفات تجديد الذات فتحرر الإنسان. الأخطاء والذنوب هذه كلها ممكن تمسح، هذه من رحمة الله. مهما كانت الذنوب ممكن أن تمسح. أي تجديد للذات هذا؟ فإذا أردت وأردت العفو والمغفرة أعفو أصفح كما تريد أن يعفى عنكم، أعفو أصفحوا عن غيركم. يقول الله تعالى: وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. تحبون أن يغفر لكم؟ أعفو مثل ما تريد أن يعفى عنكم، أعفو والله غفور رحيم. واستغفروا، استغفار يجلب الرزق. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا إذا فعلتم ذلك يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. احنا أسرتنا أسرة بحرية، ومن الجميل كنا نتعلم أن لما نروح نصيد سمك أحيانا ما يطلع، فيقول: كثروا استغفار، كثروا الاستغفار، لأن الاستغفار سبيل الرزق. استغفروا، فالاستغفار من صفات أيضا المتقين. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار في آخر الليل هم يستغفرون. فإذا ظننت أو ظننت أن قلبك أو قلبك قد مات فالله يحييه. هذا معنى صفات التجديد. عودوا إلى الله، مهما كانت خطاياكم سيحيي لكم قلوبكم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يقول العلماء عن هذه الآية: هذه أكثر آية فيها رجاء، فيها أمل. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تخيلوا الآن لو عشنا بمعاني تجديد الذات، عندنا فرصة جديدة دوما، مهما وصلنا، مهما كنا في القاع، عندنا فرصة أن نبدأ من جديد، نجدد ذاتنا بصفات الغفار، العفو، الباعث، وغيرها من صفات تجديد الذات. عيشوها واشكر ربكم عليها. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
الفرق بين الأحياء والجمادات هو القدرة على التجدد. أنت اليوم لست كما كنت بالأمس، تغيرت خلاياك ولا يزال جسدك متجددا كل يوم، لكن الله تعالى لم يمنحنا آلية تجديد أجسادنا فقط، بل منحنا ما يجدد لنا أرواحنا أيضا. وإذا كان الجسد مركب فيه التجديد، فالروح لا تتجدد إلا حين تتصل بمصدرها سبحانه. ولا تزال في العمر فسحة ما دامت روحك معك، جددها، جددها بالعفو والمغفرة، جددها بالتوبة، جددها بإعادة اكتشافها في رحاب أسماء الله الحسنى. ليصلك كل جديد، قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع